ضمن سلسلة البرامج المقدمة من قبل تلفزيون سلطنة عمان على القناة العامة برنامج تبيان المعني بالاقتصاد الرقمي وبالذكاء الاصطناعي. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها من خلال معد برنامج تبيان الأخ سليمان بن خلف الخليلي. صباحات الخير لك يا سليمان، وأهلا بك في قهوة الصباح. صباح النور أستاذ محمد، وأهلا بكم ومشاكلكم هذا الاستضافة الجميلة. الله يسعدك يا رب العالمين، وكلمنا عن تفاصيل برنامج تبيان وفكرته بشكل عام. طبعا برنامج تبيان هو يهتم بالبحوث العلمية التي تم إجراءها طبعا قبل الباحثين في سلطنة عمان، وطبعا كما قلت وأسلفت أنت في حديثك أنه يتحدث بالابتكار، البحث العلمي، الاقتصاد الرقمي، وأي بحث علمي طبعا هدفه في تطوير أساليب الحياة من مختلف الجوانب، سواء في العلوم الإنسانية أو الطب أو التعليم أو الطاقة أو حتى المعني بالبيئة والمناخ. فهذا البرنامج يحاول أن يسلط الضوء على هذه البحوث العلمية، ويمكن الميزة هذا هي هو أتوقع ممكن أو من أوائل البرامج صحيح التلفزيونية المتخصصة في البحوث العلمية. يعني يمكن كانت في عمان هناك يعني تطرق من خلال الصحف والإذاعة، ولكن كبرنامج تلفزيوني هو يعتبر أول برنامج بشكل متخصص يسلط الضوء على البحوث العلمية خصوصا في رمضان. أكيد، وهذا هو الشيء الجميل. يعني كما تعلم أن البحوث العلمية طبعا هي يعني مهمة جدا في 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 تطوير كثير من الأمور، ودائما الباحثين طبعا يسعون إلى تطوير الأمور طبعا بمختلف المجالات إلى مستوى أفضل، وهذا هو أسلوب الحياة الحين. طبعا تطورت الحياة وتقدمت الحياة من خلال البحوث العلمية التي طبعا يقيمها فيها الباحثين المتخصصين في هذا الجانب. وأنا أعتقد طبعا هي فكرة يعني أيضا مشكورة تلفزيون سلطنة عمان أن يتيح هذا الفرصة للباحثين بعرض بحوثهم العلمية وأيضا بالتطرق إليها وأيضا لنشرها للناس حتى تتعرف على هذا. جميل، هل هناك فئة مستهدفة محددة حددتوها من خلال تقديم هذا البرنامج سليمان؟ هو ما أنه في فئة مستهدفة بشكل خاص، ولكن طبعا الهدف أنه بحث عماني يعني تم إجراءه في عمان، سواء طبعا أيا كان هذا الباحث وشغال في موجود في عمان، والهدف بشكل خاص أيضا يسلط الجانب العماني فيه، يعني أيضا يساعد في أمور كثيرة في مجال البحث بشكل عام. الفئات كما قلت طبعا احنا حاولنا قدر الإمكان يكون في تنوع، يعني هناك بحوث مثلا معنية بالعلوم الإنسانية، واضح، في مجال التربية، في مجال التعليم، هناك في البيئة، هناك في المناخ، هناك في الطاقة، هناك في استخدامات أيضا في مجال التقنية والاتصالات. فحاولنا قدر الإمكان أن تكون هناك مختلفة تماما أيضا في الجانب الاجتماعي، تكون مختلفة في الفئات. في انتظار إطلالة البرنامج على قناة عمان العامة في شهر رمضان المبارك، الأخ سليمان بن خلف الخليلي معد برنامج تبيان، نهار سعيد نتمناه لك. إذن مشاهدينا مستمرين في قهوة الصباح، فاصل قصير ولنعود مع فقرتنا الحوارية القادمة، فابقوا معنا.